ألو لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما قد إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ قتلت بني إسرائيل فإذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.